طيب خلينا نحكي عن another type اللي هو الأسيمبتوتيك، أوكي، أو اللي إحنا نسميه left to right chance مثل ما حكينا قبل شوية. طبعا هذا الموضوع أسهل ومر عليكم كلش مشهورة، وهي صراحة more common. left to right chance اللي هي الأسيمبتوتيك heart disease، عادة ذول الأشخاص ممكن جزء كبير من عندهم يكونون أسيمبتوماتيك، وحقيقة يعني أكو هواي ناس خصوصا يمكن انتم يعني غالبا مر عليكم، خصوصا الاطباء اللي يداومون جرعه، تيجي مثلا واحد رجال يونج ايج، ميدل ايج، اولد ايج، اوكي، حتى فيميل، اثناء وحده من الاوبريشن عندها هايبر تنشن شي، فانت تخاف من هذا الشيء فتدز ايكو ستدي. بالايكو ستدي يقول لك ترى عنده سمول في اس دي، انت ما تدري هذا الشيء اصلا. او مرات على فكره انت تسوي صور عادي سويت له اوسكلتيشن تنقف اكو عنده فد نوع من ال شو اسمه المارمر، وتروح تدزه على ايكو تلقى عنده في اس دي، اوكي. فبالتالي هاي المواضيع مرات تمر سنوات طويله واصلا اكو بيهم يموتون وما يدرون عندهم هذا الشيء، فبالتالي هي احيانا كثيره خصوصا الفي اس دي مش كمان، اوكي، فتشوف عندهم ممكن تكون اسيمبتوماتيك فور ييرز، اوكي. فبالتالي البيشنت يكون اسيمبتوماتيك ات برزنتيشن، ممكن مع السينوسز يكون years later، ممكن أصلاً ما يصير عندهم. أشهرها والموست كمان هي الـ VSD، بدرجة أقل الـ ASD، وبدرجة بعد أقل اللي هي الـ PDL. فبالتالي الـ left to right shunt مثل ما قلنا عندي السينوسز يكون later، راح يكون ما يصير عندهم أصلاً سينوسز. طيب خلينا نحكي على أول وحدة الـ VSD. الـ VSD عادةً تكون هي asymptomatic at birth، أوكي؟ يعني الطفل يطلع للحياة كل شيء ما بيه، أوكي، تمام. لكن ممكن later on يجيك manifestation، ممكن مثل ما قلنا يبقى symptomatic throughout life، تعتمد على السايز مالت، ممكن اذا كانت small يصير بها immediate closure وتمشي الامور وخلاص، ممكن اذا large lesion ممكن لا البيشنت يدخل لك بعدين manifestation معينه، فهي تعتمد على السايز. طيب اكو معلومه هنا ما مذكوره بدي اسالكم، انا عندي membranous parts وعندي muscular parts بالventricular system. الموست كمان تايب من برينس لو ماسكولار، وهذا الشيء حكيناه ويا الامبريولوجي، فالواحد يجاوبني حتى تضيفون هاي المعلومه بالضبط. الممبرينس بارت هي الموست كمان تايب اوف في اس دي، خلي ببالي هاي النقطه، لو الممبرينس هي الموست كمان تايب، اوكي، مثل ما قلنا ممكن تكون اسيمبتوماتيك، اوكي، فبالتالي انت شو راح تميزها؟ وهذا السؤال اتصور موجود باليو دبليو سالين عنه، انه ببساطه تشوف الاوتو ساتوريشن بالرايت فينتركل. يعني شنو؟ يعني مثلا يجيك، طبعا هاي امثله مو الارقام مو شرط حقيقيه يعني، بس حتى اوضح لكم هذا الشيء. مثلا تيجي بالرايت اتريوم الاوتو ساتوريشن، بس مثال يعني، طبعا هذا يقول لك مثلا 30 او 40، اوكي، خلينا نقول 40، فجاه المفروض الرايت فينتركل هم نفس الشيء، اوكي، او اقل، فجاه هنا تلقى 70. ليش اجى 70؟ لان ببساطه عندك بي اس دي تسوي شيفتنج هنا ليفت تو رايت شيفت، فيصير عندك زياده بالاكسجين ساتوريشن بالرايت فنتريكل مقارنه بالرايت اتريوم. فبالتالي اشوف هذا الشيء اقول هذا غالبا ترى عندي في اس دي، اوكي، فبالتالي خلي ببالي هاي البوينت كلش مهمه وعليها اسئله. ما ادري بيو دبليو ماي ستيب 1 لو ستيب 2 سي كي، بس متاكد اكو سؤال يحكي عن هذا الشيء، خلوها ببالكم هاي النقطه. طيب خلينا نحكي عن الاي اس دي. الاي اس دي طبعا اكو شيء ما بين عليه هذا الدائما اللي تسالون عنه، اللي هي شنو؟ هي شرح الشوف بالاوسكولتيشن. طبعا بالفي اس دي بكون يشرح نسمع بالاوسكولتيشن. يا تايب اوف ماما. بيا ما كان نسمعها. بدي احكي الفي اس دي مو الاي اس دي. اوكي، بليز زين عاشتي لكم. بدي اشوف بالفي اس دي بان اور هالو سيستوليك مرمر، وراح اسمعها وين؟ بالاسترنال بوردا. بالمقابل لو سمعت في اس دي بالابكس اوف ذا هارت، ايش راح افكر؟ سوري مو في اس دي، سمعت بانس السوليك مرمى بالابكس اوف ذا هارت، ايش راح افكر؟ ما اكسرال ريبيرج كلش زين عاشت لكم، اوكي، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. طيب خلينا نحكي عن الاي اس دي. اي اس دي مثل ما حكينا مثل ما جاوبتوا، دائما نتذكر بالاوسكلتيشن عندنا فيكس سبليتنج اوف سكند هارت ساوند، هذا الشيء حكيناه وعرفنا شنو معنى فيكست وشلون افرق عن البقيه وتكلمنا عنه. الاي اس دي هي عباره عن ديفكت بالانتر اتيريال سيستم، هذا الجزء، اوكي؟ فايش راح يجينا عاده؟ تذكرون احنا حكينا الامبريولوجي كان عندي
اوستيوم برايمم، اوستيوم سكندم، وسبتم برايمم، سبتم سكندم، تذكرون هذا الشيء؟ بالضبط. الموست كومن تايب اي اس دي، اذا كان الموست كومن تايب هي برايمس، فان الموست كومن تايب بالاي اس دي هي اوستيوم سكندم ديفكت. خلوها ببالكم هذا الشيء، هاي النقطة كلش مهمة، خلوها ببالكم. عادة الوستن برايمم ديفكت تكون هي رير، ومن تشوفها غالبا تفكر بانذر كارديك انومال، ما تجيك هي ايزوليتد، يعني ممكن تفكر هذا البيش بانومال. اوكي سارجع يسجل بس ما اعرف كل شوي دي يتوقف. اوكي تمام. فبالتالي مثل ما تكلمنا الاي اس دي، مثل ما تكلمنا الموست كومن تايب هي الاوستيوم سكندر. لما اشوف اوستيوم برايمر افكر عن انذر ديفكت، ممكن ما راح يجيني ايزوليتد فايندينج. اوكي اضافه لهذا الاي اس دي هي تفرق عن الفرامنه والبال. اوكي ليش؟ يعني ببساطه انا اخلي ببال هاي النقطه. الان عندي مشكله اثنين اذا الاي اس دي وال فرامنة أو بيتنت فرامنة أو بابي، ثلاثة المشكلة عندي بالسبتم، عندي مشكلة بالأتيليم، خلينا نقول سبتم. لكن الفرق وين؟ إنه ببساطة يقول لك إنه هي distinct from patent foramina ovale in that شنو سبتا are missing. أوكي يعني شنو أنا عندي هو من اسمها defects، أنا السبتم راح أكون جزء من عندها راح تكون هي absent or defective، لكن بالمقابل بالش اسمه بالبيتنت فورامن اوفالي انا الاساس مالتي عندي مشكله بالفيوجن. واعتقد هذا الشيء كاتب لكم اياها نوتس بالامبريولوجي، صح ولا لا؟ انه البيتنت فورامن اوفالي عندي اني فيوز سبتم، بالمقابل بالاي اس دي انا عندي سبتم بي ديفكت، عندي ميسنج بارت من عندي، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. طبعا الساتوريشن يكون هاي بالرايت اتريوم، وايضا يسعد طبعا وذ تايم بالرايت فينتركول ويا البلمونري ارتري، والميكانيزم مالته نفس اللي حكيناها بال في اس دي، نفس القصه. انا عندي ميكسنج سيركيليشن، نتيجه شنو؟ نتيجه ليفت رايت شنت، فبالتالي اكيد دا يجيني اوكسجين بالبلد فيصعد عندي الاوكسجين ساتوريشن. طبعا هذا السؤال دائما تسالون عنه وحكيناه، تتذكرون بالبولمونري امبوليزم. من يتذكر هذا السؤال؟ من قلنا هل ممكن الدي في تي تسوي لي ستروك؟ طبعا الجواب ممكن، حاله يسموها بارادوكسيكال امبوليزم. نتيجه شنو؟ نتيجه انه انا عندي اي اس دي ممكن او بيتنت حتى فورامنا او فالي، فممكن يصير عندي هذه الثرومبوس ممكن تدخل بالسيستميك سيركيليشن وتروح على اي في سي وتوصل بعدين لل شو اسمه للرايت سايد اوف ذا هارت. اوكي وبالرايت سايد اوف ذا هارت ممكن تنتقل هذه الى الليفت سايد وتوصل للسيستميك سيركيليشن. اوكي فبالتالي هاي ممكن نسميها بارادوكسيكال امبوليزم. اوكي فبالتالي مو موضوعنا هذا، شغلنا عندنا بالدي في تي وحكينا عن قصتنا، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. الاي اس دي دائما تسالون عنها بشيء معين وهو انه هي ريليتد للداون سندروم. اوكي طبعا الداون سندروم هسه بعد شوي راح نشوف عندهم بصوره عامه عندهم ايرتو فنتركلر ديفكت، وهذا الشيء راح نحكيه بعد شويه. سوري اتيريو فنتركلر ديفكت نوت ايرتو. اوكي اتيريو فنتركلر ديفكت، فبالتالي راح نشوف هذا الشيء ونحكي عنه بعد شويه. فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه انه الاي اس دي يربطوها بالداون سيندروم. طيب نحكي على البي دي اي بيتنت دكتس ارتريوسس. ببساطه لو اتخيل شنو الدكتس ارتريوسس اقدر من خلالها اتخيل ايش راح يجيني البيشنت. الدكتس ارتريوسس كانت تربط لي شنو؟ بالضبط كان بالمونري ترانك ويا الايورتا، صح هذا الشيء. تخيلوا انت انا ببساطه عندي الايورتا والبولمري ترانك، تخيلوا انا ستيل عندي بيتن دكتس ارتريوسس، ايش راح يصير عندك هذا الشيء؟ هنا انا اسال سؤال قبل ما نحكي عن هذا الشيء، هي كانت تتاثر على يا جزء بالايورتا بالتحديد، من يعرف؟ بالضبط كانت تكون عاده اشوفها ديستال للليفت سبكليفيان اوريجن. يعني تتذكرون احنا من نحكي عن الهارتس دائما نحكي عن شنو، او خلينا نحكي عن الايورتا سوري،
انا عندي الايرتم يصير له اوريجن، عندي اسيندنج بارتس، عندي الارتش، وعندي الديسيندنج بارتس. عندي بالنهايه يطلع من الهارتس اكو شيء اسميه بريكوسيفاليك بالرايت سايد، وعندي بنفس الوقت الليفت سايد يعطيني كمان كاروتيد والليفت سبكليبيان، صح لو لا؟ عاده الدكتس ارتيريوسس اشوفها ديستال للسبكليبيان، اوكي؟ اشوفها بعد الاوريجن اوف ذيس فازلز. فبالتالي اسالكم سؤال، لاحظوا هذا الشيء، انه ذول الاشراح يساعدكم طبعا. ببساطه انا ايش راح يجيني هذا الشيء الطفل؟ ايش راح يجيني اتوقع عنده فايندينج؟ هسه راح اعرف القصه ونربطها ويا ديزيز بعد شويه راح نحكيها، لان دائما يربطوها بيناتهم. اوكي؟ منو الديزيز اللي هو الكوركيتيشن اوف ايورتا، هسه راح نرجع نفتهم القصه وايش راح يجيني الاطفال. لكن هنا انا اسالكم قبل ما احكي بتفاصيلها، هذا الطفل لو اجيت وقلت لكم عندي سيفير ميكسينج وعندي سيفير شفتنج للبلاد، يا جزء راح يتاثر اكثر، الابر ليم لو اللور ليم؟ بالضبط. انا اذا افكر عن ما دام هي الاوريجن مالتها ديستال للسبكليفين، فالابر ليم سيركوليشن سواء بريكيوسفاليك بالرايت سايد اللي راح تعطيني رايت كمان سبكليفين، او الليفت سبكليفين بالرايت سايد بالابر، ما عندي مشكله بيها. لكن المشكله عن الايورتا اللي يكمل المفروض راح يعطيني شنو كمان الياك، واللي هو بعدين ينقسم اكسترنال وانترنال الياك، والاكسترنال يعطيني الفيمورال واللور ليم سيركوليشن. اوكي؟ فبالتالي من عندي هنا الدفت، هذا الجزء راح يتاثر، الديستال البروكسيمال ما راح يتاثر. فبالتالي اكو شيء كلش مهم، شيء يسموه ديفرنشال ساينوسيس، اللي هي عاده هي ادفانس كيس اوف بي دي اي. يجيك عاده هذول الاطفال ساينوسيس باللور ليم، بالمقابل الابر ليم ما عندهم. ليش؟ لان ببساطه البي دي اي موجوده ديستال للاوريجن اوف ابر ليم فازلز. واضح هاي البوينت؟ عندنا مشكله لو تمام بالنسبه لكم؟ اوكي. طيب فبالتالي احنا شنو القصه؟ احنا بالفيتال بيريود مثل ما نعرف اكو شانس من الرايت تو ليفت، عن طريق شنو هو؟ عن طريق الدكتس ارتريوسس، وهذا حكيناها بالانترايترين لايف. اوكي؟ وطبعا بعدين من الطفل ينولد كليتنا ايش راح يصير؟ راح يزيد شو اسمه؟ السيستميك سيركوليشن بريشر، ويقل البولمونري فاسكولار ريزيستنس. اوكي ليش؟ يعني ببساطه مثل ما مثلناها وبسطناها، اتخيل بالانترايترين لايف اللانج عباره عن فلويد. اوكي؟ فبالتالي البريشر مالته كلش هاي. من ينولد الطفل ياخذ اول ريسبيريشن راح يقل عندي البولمونري فاسكولار ريزيستنس. اوكي؟ فبالتالي بالنتيجه شنو راح يقل عندي هذا الشنط، وبمر الوقت راح يصير عندي شنو كلور اوف بي تي اي او سور كلوجر اوف ديكتاس ارتريوسس، بصير عندي اللي كمان تم ارتريوس. اوكي. فبالتالي اذا انا عندي البي دي اي مثل ما قلنا الاساس مالتنا شنو هو؟ انه هو فيلير اوف كلوجر اوف ديكتاس ارتريوسس. فبالتالي اكيد يا هو الاعلى برشر، الايورتا هو اعلى برشا من البولمونري ترانك، فيكون عندي شنو قضيه الليفت تو رايت شانت مثل ما حكينا عن هذا الشيء وتكلمنا. طبعا اهم نقطه دائما وكل شيء يحبون تعرفوها هي شغلتين، قضيه الديفرنشال ساينوسيس وحكيناها، والنقطه الثانيه اللي هي الاوسكلتيشن فايندينج. ايش راح القى؟ راح القى ماشين لايك مارمر. وين اسمع؟ من يتذكر وين كنا نسمع هذا المشين لايك مارمر اللي هو كونتينوس مارمر؟ وين كنت اسمعه؟ بالضبط بالليفت سايد. وين بالتحديد ليفت سايد؟ انفرا كلابيكولا. اوكي دائما هاي النقطه كلش يحبون تعرفون انه المشين لايك مارمر اللي اسمع هو هذا بي تي اي. اضافه لهذا احنا كلنا نعرف البيتنسي مال الليفتس ارتيوس حافظ عليها عن طريق البروستاجلاندين انالوج. اوكي ولو اكسجين تنشن، هاي الشغلتين. بالمقابل من يزيد عندي الاكسجين وبنفس الوقت من يقل عندي البروستاجلاندين مثل شنو؟ انطينا ستيرويد او انطينا انفلاماتوري درايكس، بالتحديد من هو كان كنا نعطي؟ اندوميثاسين. اوكي فبالتالي هاي الشغلتين ممكن نسوي لك كلوجر للدكتس ارتريوسس. اوكي فخلي ببالي هاي النقطه. طيب احيانا انت عندك ميكسنج سيركوليشن اللي هي بالتحديد مو اي ميكسنج، عندي ليفت تو رايت شانس. فبالتالي واحد راح يجي يسال شنو المشكله اذا عندي في اس دي؟ اوكي عندي لارج في اس دي، خلي البلد يصير له شيفتنج من الليفت سايد
للرايت سايد. شنو المشكله؟ انا عندي اوكسجين بالبلد والامور ماشيه وتمام، شكوا بيها ببساطه لان انت هذا برولونج انكوركتنج انكوركتد شيفتنج راح يدخل لك البيشنت بشنو؟ ببساطه انت كله تسوي ليفت رايت راح يزيد الرايت سايدد فوليوم فراح يزيد الرايت سايد بريشر وذ تايم راح يدخل لك البيشنت بمشكله اللي هي البولمونري هايبر تنشن. اوكي، وهذا البولمونري هايبر تنشن راح يدخل لك البيشنت برايت فنتريكولار هايبر تروفي، وبعدين هذا البيشنت بعدين شنو راح يصير عندي ريفرس للشنت، يصعد الرايت سايد بريشر يتجاوز الليفت سايد بريشر فيصير عندي ريفرس للشنت فيجي البيشنت عندي ديليت ساينوسيس. هذه الحاله شو نسميها؟ الريفرس شنت نسميها ايس مينجر سيندروم. كلش دائما يسألون عنه انه الفي اس دي ممكن يسوي لي ساينوسيس ممكن شو وقت؟ ببساطه برولون انكوركتد ليفت ورايت شنت ممكن وذ تايم يوصل لي البيشنت بزياده بالبلمري هايبرتنشن ورايت فنتركولار هايبرتروفي وفنتركولار بريشر يزيد فيصير عندي ريفرس للشنت فيجي البيشنت عنده ساينوسيس. اوكي، فبالتالي مثل ما قلنا هي تكون ليت ساينوسيس نتيجه الريفرس للشنت. اوكي، اضافه لهذا ممكن نشوف عندهم كلوبينج عندهم بايسايتوم كلها حكيناها من الكلوبينج وحده من الديفرنشال دايجنوست مالت الكونجنتال هارت ديزيز. طبعا الايج اوف ريفرس شانت يختلف يعتمد على السيفيريتي اوف ديزيز يعتمد على السايز اوف ذا ديفكت فبالتالي احنا نقدر نحدد، لكن بصوره عامه ليش عاده اذا عندي ديفكت اذا اقدر اعالجه اعالجه ليش؟ يعني ببساطه اخاف من الريفرس شانت اللي هي الايس مينجر سيندروم. واضحه اطباء بخصوص ال left right chance؟ عندنا سؤال سال. اوكي تمام، خلينا نحكي على another anomalies اللي هي coarctation of the aorta. coarctation ببساطة اذا اقول عنها كلمة واحدة هي narrowing of aorta. انا عندي فد تضيق بالaorta، عندي stenosis بالaorta، ليش وشنو السبب وش راح يجي البيشنت؟ ببساطة أنا عندي aortic narrowing. الكومن سايت اللي راح أشوفه لهذا قلت لكم هو قريب من الـ PDA يسموه عادة جكستا دكتال. أكو ممكن نشوفه بري دكتال قبل الـ PDA الدكتس أرتريوسس، ممكن تشوف أكو جزء يجي كوز دكتال حسب، بس بصورة عامة يسموها جكستا دكتال اللي هي النتيجة نتيجة إنه تكون تشوفها near the insertion of دكتس أرتريوسس. عادة دول الكوركيتيشن اوف ايرتا، اتخيل نفس القصة اللي مثلناها قبل شوية، اتخيل انا عندي هنا أنا ما عندي ميكسينج سيركوليشن وانا عندي مشكلة، لكن المشكلة عندي نارونج للايرتا، فبالتالي اتوقع ايش راح يصير؟ تخيل انتم هذه هاي النقطة، انا عندي هذا البريكيوسيفاليك بالرايت سايد وهذا الكمان كاروتيد مال ليفت سايد وهذا عندي السابكليبيان فين اوف ليفت سايد وعندي هنا الايرتا صاير بها نارونج. اسال سؤال ايش راح يجيني البيشنت هذا؟ راح يجيني ساينوسز لو ما يجي؟ هنا سؤال، اذا قلت لكم ما عنده نذر مانفستيشن، عنده بس الكوركيتيشن. ما عنده ببساطه انا ما عندي ميكسينج سيركوليشن، فممكن ما راح يجيني البيشنت عاده ايرلي ساينوسز، لكن هذا البيشنت ايش راح يجيني؟ ببساطه البلد كله راح يصير له اكيوميشن بهاي المنطقه. فيجيك عندهم هايبرتنشن بالابر اكستريميتيز وعندهم هايبوتنشن باللور اكستريميتيز. لهذا من تجي انت تسوي بالبيشن اوكي وبالتحديد تجي شنو تفحص البالس ايش راح تشوف بالبالس؟ راح تشوف عندك مثلا بلس بريشر او حتى مو سوري بلس فوليوم والبلس والبلس رايت كلش هاي بالابر اكستريميتي، بالمقابل باللور اكستريميتي شوف الفوليوم لو بنفس الوقت شو اسمه الريت مالته ايضا لو باللور اكستريميتي وهذا نسميه بريكيو فيمورال ديلي. يعني مثلا شوف الابر لين مثلا البريكيال ارتري يعني تيجي تفحص البلس مالته تشوفه مثلا 120 تيجي تنزل على الفيمورال تحط ايدك تفحص على اللينجوان الليجمنت تلقاه مثلا 50 40 60. شنو هذا القصه؟ ببساطه واحده من الشغلات اللي لازم تفكر بيها اللي هي الكواركيتيشن اوف الايورتا. ليش؟ يعني ببساطه هنا الديفكت يكون ديستال للاورجن اوف سبكليبيان ارتري بالتحديد الليفت سايد سبت ليفيان ارتري. اوكي، فيجي البيشنت عندهم هايبرتنشن بالابر اكستريميتيز بالمقابل ليك ديلي بالس باللور اكستريميتيز هذا نسميه بريكيو فيمورال ديلي. طبعا وذ ايج المشكله شنو؟ المشكله راح يصير عندي كومبنسيتوري ميكانيزم لهذا الشيء، راح يصير عندي الانتر كوستال ارتري اللي هي راح تبدي تسوي كولاترال
تحول هذا النرويد، اوكي، فيصير عندك collateral circulation. هذه الارتري بعدين راح اسوي برشر عرض، فتعطيني علامه كلش مهمه بالاكس راي يسميها نوتشد ريب، اللي هي شنو؟ اللي هي ببساطه هاي الصوره، بس تكون هنا الرب اذا واضح عندكم، هنا اشبه صاعد ونازل، نفس الشيء هنا الصوره ما مستمر هيك، لا صاعد ونازل، نفس الشيء هنا. ببساطه هاي النتيجه شنو؟ الرزلز راح يصير له انلارجمنت، فيضغط على الرب ويصير عندي نوست ربس. خلي في بالي هاي النقطه كلش مهمه وما انساها. طيب طبعا الكومبليكيشن اللي هنا يسالوكم عليه، كلش يحبون الكومبليكيشن مال الكوركيتيشن، ممكن هارت فيلير صح، بس مو فد شيء اللي يحبوها دائما، انه ترى هذا البرولونج هايبرتنشن، احنا مثل ما قلنا هايبرتنشن بالسبريكيوسيفاليك بالليفت كمان كوراتيد والليفت سبكليرين، فبالتالي ممكن يعرض لك البيشنت يصير عندهم انيوريزم ويجيك عندهم سيربرال هيمورج، يحبون هذه النقطه كلش مهمه. اضافه الى هذا ممكن يدخلون بايورتيك رابتشر، وممكن يصير عندهم اندوكاردايتس، هاي اشياء كلش مهمه، وبالتحديد السيربرال هيمورج دائما يسالون عنها، فخلوها ببالكم. نجي على موضوع اخير بالكونجنتال هارت ديزيز، اللي هو ببساطه يحكي لكم عن كل ديزيز شرح شو فيها كونجنتال هارت ديزيز. طبعا اكو ديزيز حكينا عنها، واكو ديزيز الغالبيه العظمى راح نحكي عنها ويا الجينيتكس، اوكي؟ طبعا اللي حكينا عنها الروبيلا، تتذكرون كونجنتال روبيلا كان يجي البيشنت مانيفستيشن، مين يتذكر؟ ذكروني كان عنده ترايل شنو هي؟ شوف مين يتذكر المايكروبيولوجي. شنو السلايد اللي يجي البيشنت اللي عنده كونجنتال روبيلا سندروم؟ بالضبط. عندهم يجون البيشنت عندهم بي دي اي، عندهم كاتراكت، وعندهم سنسر لوس، وبالتحديد كان شنو بتاع سوري هيرنج لوس، وبالتحديد كان هو سنسر نيورال هيرنج لوس. كل الزين ديفنس، عندهم كاتراكت، وعندهم اضافه لهذا بي دي اي، لكن ممكن يصير عندهم بولمونري ارتري ستينوسيس، ممكن يصير عندهم سبتال ديفكت، لكن الاساس هو البي دي اي. اكو ديزيز نسميه الفيتال الكهول سندروم، طبعا هذا ان شاء الله راح نحكي عن البرودكتيف سيستم، راح نحكي ذول الاطفال اللي يتعرضون للكهول بالانترايترال لايف، ممكن يجون بالتيبل مانيفستيشن في اس دي بي دي اي اس دي توف، طبعا عندها مالتيبل مانيفستيشن راح نحكي. طبعا هذا موضوع كلش مهم، والتيبيكال فيس فيتشرز والمانيفستيشن كلش يحبوها، فتان شاء راح نحكي ويا البرودكتيف سيستم. الداون سيندروم اللي راح نحكي ويا الجينيتكس، يجين بيش عندهم اي في سبتال ديفكتس، اوكي، اللي احيانا يسموها اندوكاردال كوشن ديفكت، اضافه لهذا الشيء عندهم في اس دي اي اس دي ممكن. طبعا راح نحكي بتفاصيل ان شاء الله ويا الجينيتكس. نفس الشيء الدايبتك ماذر ايش راح يصير عندهم؟ هذا ما اعرف اذا ذكرناه ويا الاندوكراين او لا، بس هذا ترى مهم يعني، ودائما يحبوا اللي هو الانفانت اوف دايبتك ماذر يكون سسبتبل، يصير عندهم تي جي اي ترانسبوزيشن اوف جريت ارتريز، كلش يحبون هاي النقطه خلوها ببالكم. infant of diabetic mother يصير عندهم تي جي اي ممكن. طبعا المارفان سندروم، المارفان سندروم راح نحكي عنه صح، مرينا عليه قبل من حكينا بايام بيا موضوع حكينا، خلينا نشوف تتذكرون يا تايب اوف بايو كيمستري يا جزء حكينا عن يا مواضيع، حكينا عن المارفان بالضبط، حكينا عن السيلولر، حكينا عن السيلولر بايو كيمستري، بالتحديد عن مو الكولاجين الالاستين، حكينا عن الفايبرولين وهاي القصه، وحكينا عن تفاصيل المارفان. ممكن يصير عندهم مايترال فالف بولابس، ممكن عندهم ايورتيك مانيفستيشن بالتحديد انيوريزم دايسكشن، ممكن اضافه لهذا يصير عندهم ايورتيك فالف ريجرجيتيشن، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. والمارفان ايضا راح نمر عليه ممكن ويا الجينيتكس. عندي الليثيوم اكسبوجر قلنا ايبشتاين انا اضل هذا الشيء حكينا عنه. التيرنر سيندروم هذا راح نحكي، التيرنر سيندروم اي واحد تسال تيرنر سيندروم راح يقول لك عندهم كواركتيشن اوف ايورتا، مع العلم ترى هي يمكن اتصور المور كمان هو البايكاس بالايورتيك فالف، فبالتالي خلوها ببالكم. اذا جاك كيس تيرنر وسمع قال لك ايش تلقى فايندينج، لا مو بس تركزون على الكواركتيشن، ترى عندهم بايكاس بالايورتيك فالف، ايورتيك فالف بدل ما هو ترايكاس يكون هو بايكاس، فبالتالي خلي ببالي هاي النقطه. نيجي على another disease اللي راح نحكي عنه ويا الديليشن بالكروموسوم، نحكي عن الجينيتكس اللي هو ويليام سيندروم. دول يجيك عندهم ايورتيك ستينوسيس، وبالتحديد سوبرا فنتركولار سوبرا فالفولار ايورتيك ستينوسيس. واخيرا عندي الدايجورد سيندروم،
مثل ما حكينا ممكن اشوف عندهم ترانكس ارتريوسس، ممكن اشوف عندهم توف تتراجع اوف فال. طبعا الداي جورج ايضا راح نحكي جينيتك، صح نرجع نحكي. فبالتالي من هذه اللي راح نرجع نحكيها، هذا راح نرجع، راح نرجع على هذا، هذا راح نرجع. مارفان غالبا ايضا نمر عليه، الداون سيندروم اكيد نحكي عنه، والفيتال الكول اكسبوجر ايضا نحكي عنها ان شاء الله. تمام لحد هسه اطباء عندكم سؤال استفسار لاوكي المحاضره؟ ساعات تحبون تاخذ بريك لو نكمل باحثكم انتم؟ تمام اخذوا بريك هسه الساعه 11:05 او 11:04 دقائق، اخذوا ربع ساعه نرجع ان شاء الله 11:30. تمام.